اسمها صب
di cosa? Sta piangendo. Chi connective tissue va tutto? Se dense irregular connective tissue. Dense. Tecnica in luce, detected epithelium luce. The dense irregular connective tissue. Somma, layer number 3, طبقة من العضلات. بسميها الماسكيلوزا أو الماسكولاريس إكسترنا. ومن بره خالص layer number 4, adventitia أو سيروزا زي ما هقول لكم دلوقتي. إمتى بسميها adventitia وإمتى بسميها سيروزا. يبقى ده إحنا بنقول عليه الجنرال بلان اوف ذا جي اي تي اللي هتمشي معاك في كل الاورجانز بدايه من الاسوفيجس المريء لحد نهايه بالانر كانال. ولكن زي ما قلت لكم بيحصل شويه موديفيكيشنز تعديلات تناسب وظيفه الاورجان سبيسيفيك. كل مكان او كل اورجان هيبقى ليه حاجه تخصه. طيب نمسك اللايرز دي كده نشوف هي عباره عن اول حاجه طبقه الميكوزا قلنا فيها كم مكون؟ كم لير في الميكوزا؟ ثلاثه. لاين ابيثيليوم هنقول الثوابت بسرعه. معظم القناه الفضائيه لاين سيمبل كولومنر ابيثيليوم. ما عدا بدايتها اللي هي الاسوفجس ونهايتها اللي هي الانا كمان. ده هيبقى لاين ويز نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. لكن في الاستومك عندي سيمبل كولومنر وفي الانتستين عندي سيمبل كولومنر. صحيح الوظائف بتختلف لكن سيمبل كولومنر في الاستومك بيعمل سيكريشن، في الانتستين وظيفته سيكريشن اند ابسوربشن. الديتيلز مش عايزين، احنا عايزين نركز في الاساس ان معظم اللاين ابيثيليوم بتاع الدايجستيف تراك هيبقى سيمبل كولومنر ما عدا البدايه والنهايه اللي هو الاسوفجس والانا كمان هيكون نون كيراتينايز ستراتيفايز كويمس ابيثيليوم. تحت الابيثيليوم في طبقه من اللوز كونكتيف تيشو. اهي ده الابيثيليوم واخدين العينه دي من الاسوفجس من المريء. ده شكل النون كيراتينايز ستراتيفايز كويمس. دي لاينه بروبريا اوف كونكتيف تيشو. عباره عن ايه اللي هي دي؟ لوز كونكتيف تيشو هيبقى فيه بلاد فيسلز لا تعمل ديفيوجن عشان تغذي الابيثيليوم لان انتوا فاكرين طبعا الابيثيليوم في الاسفره يبقى فيها البلاد فيسلز والليمفاتيك فيسلز والنيرفز. دايما في الجي اي تي يا جماعه الاقي ليمفوسايتس ده بيضيف للدفاع المناعي بتاع الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي ده منه للشارع عن طريق اورال كافيتي. يبقى لازم يكون في دفاع ونوع من الاميونيتي ضد اي ميكروب او بكتيريا تخش الحياه الهضميه. الليمفوسايتس طبعا عارفين الخلايا بتاعت المناعه الليمفوسايتس يا اما تكون ايزوليتد كده لوحدها يا اما تتجمع في شكل فوليكلز. الكور بتاعت الليمفاتيك اللي خدناها السنه اللي فاتت اسميها الليمفاتيك نوديولز او الليمفاتيك تيشو. واللي موجوده في الجي اي تي اتفقوا يسموها جالت. جالت اسوشيتد ليمفاتيك تيشو او ليمفويد تيشو. يبقى ما هي الجالت؟ الجالت دي تجمعات من الليمفوسايتس في شكل نوديولز او فوليكلز موجودة في الميوكوزا. سموها بقى اسوشيتد ليمفويد تيشو. وطبعا دي الليمفوسايتس اللي فيها بتتحول الى بلازما سيلز. البلازما بتتفرز لي ان اميونوجلوبولين ايه. اميونوجلوبولين ايه عشان الاميونولوجيكال ديفنس. في بعض الاورجنز وده مش من الثوابت ده الاكسبشن ان انا الاقي غدد او جلاندز في اللامينا بروبيا. الكلام ده بلاقيه مثلا في الاسوفجس. الاقي جلاندز زي في الاسوفجس. يبقى الثوابت ان ده لوز كونكتيف تيشو في بلاد كابيلاريز ونيرفز وفي ليمفويد تيشو اللي هو جارت اسوشيتد ليمفويد تيشو. في بعض الاورجنز زي الاسوفجس الاقي غدد او جلاندز. ثالث طبقه عندي من الميوكوزا طبقه رفيعه جدا من العضلات البلستات ماسكولاريس ميوكوزا. الماسكولاريس ميوكوزا دي يا جماعه ارينجت في طبقتين حوالين جدار الجي اي تي. الطبقه الاولانيه ارينجت سيركولار بقول عليها الانر سيركولار ليير نختصرها اي سي. والطبقه البرانيه ارينجت بالطول فتبقى اوتر لونجيودنال او ال. خلاص لما نتعود عليها الجي اي تي كله هنقول
بتاعت المصل بطريقة دائرية، ده يدينا السفرة، وبعد كده ده الارينجمنت اللي بره اللي هي ايه؟ اوتر لونجيتيودنال. ده الارينجمنت اوف ذا ماسل. بفكركم بس بشكل السمول ماسل اللي خدناها في سنة أولى عشان تبقى عارف انت هترسم ازاي. السمول ماسل بتبقى سبيند شيب مفصلية الشكل ومسحوبة رفيع قوي على الأطراف، والنيوكليس بتاعها ثين وفلات وسنتر نيوكليس. طب خلي بالك المصل دي ارينج الاول الطبقه الجوانيه بطريقه سيركولار حوالين داير جدار القناه الهضميه في طبقه الميكوزا او الماسكيلوزا لما نيجي نتكلم عنها برضه، بس انا عايزاك تعرف هتقسمها ليه كده. لما تيجي تقطع في العرض العرض في السبيندل شيت هيبان شكله ايه يا جماعه؟ شكلها هترسمه شكلها كده، دي كده سيركولار. طيب هي كانت اكتر لونجيتيودنال بالطول وعديت فيها بالعرض، هتطلع ازاي؟ هتطلع دوائر والنيوكليس بتاعها سنتر. يبقى كل رسم الجي اي تي ما دام انت واخد ترانسفيرس سكشن في الاورجن بتاعك قطاع عرضي هيطلع لك ثلاثه بعض. ده الانر سيركلر وده الاوتر لونجيتيودنال. خلاص خلي بالك دي طبقه الجلوكوزا لسه احنا هنا. دي الابيثيليوم، دي اللامينا بروبري اوف كونكتيف تيشو، ودي الماسكولاريس ميكوزا طبقه رفيعه من العضلات ارينجد انر سيركلر زي دي، ثم اوتر لونجيتيودنال زي دي. الماسكولاريس ميكوزا زي ما انت شايف حضرتك بتفصل بين طبقه الميكوزا وطبقه الساميكوزا. فايدتها ايه الماسكولاريس ميكوزا دي؟ لما تاخد قطاع في اي اورجن يا جماعه تلاقي فيه فولتس كده، اليومن بتاعه ممول. الكونتراكشن بتاع الطبقه دي هو اللي بيعمل هذا الفولدنج، وهي المسؤوله عن حركه الميكوزا. خلاص؟ يبقى لما يحصل فيها كونتراكشن بتعمل لي اللولوه في اليومن اللي هنشوفها في كل السكشنز بتاعتنا في المعامل. ده نتيجه الكونتراكشن لطبقه العضلات الرفيعه دي اللي هي بتفصل لي الميكوزا من الساميكوزا. عرفت انت هترسمه ازاي كده؟ وليه الانر سيرفر كده وليه الاوتر لونجيتيودنال كده؟ اذا كنت واخد قطاع عرضي في الاوردر بتاعك. تاني طبقة اسمها الصابميكوزا، يبقى أنت لازم تتعود في المعمل في اللاب وأنت بتفحص الشريحة عينك تدور على طبقة الماسكولاريس ميكوزا عشان أعرف أنا فين. لازم أوصل طبعاً أنت بتبدأ من اليوم وبتشوف إبيثيليوم، نتعود على شكل إبيثيليوم. لازم أوصل لطبقة العضلات عشان أعرف إن أنا داخلة على طبقة جديدة اسمها الصابميكوزا. ندور كلنا على الماسكولاريس ميكوزا. الساميكوزا في الجي اي تي كله زي ما قلت لك عباره عن دنس الريجولار كونكتيف تيشو. في لارجر بلاد كابيلرز. بلاد كابيلرز كبيره. والليمفاتكس تمام؟ وفي حاجه مهمه جدا 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 كنا بنتكلم في الثوابت اللي هتكررها كل مره. بلكسس من النيرفز اسمه مايز نيرفز بلكسس. الجي اي تي يا جماعه أو القناة الهضمية ليها ما يسمى بالجهاز العصبي الخاص بها، بنسميه انتريك نيرفس سيستم. انتريك حاجة تبع الجي اي تي. تمام؟ يبقى القناة الهضمية صحيح خدته في الفسيولوجي إنها ريجوليتد أو وظائفها معدة بالسيمباثيك والبارا سيمباثيك، مفيش أي مشكلة، لكن لو دولت اتقطع وحصل فيهم أي إنجري تمشي نفسها كويس قوي بالانتريك نيرفس سيستم. وبعض التكست بوكس فضلوا او دلوقتي بيشوفوا ان هم يضيفوا الانتريك نيرفس سيستم للمكونين بتوع الاوتونومي، يعني يقول لك سيمباثيك بارا سيمباثيك وانتريك، لان لقوا ان عدد الخلايا العصبيه في الانتريك ده يعادل الخلايا العصبيه مثلا في السباينال كور. فقال لك ده محترم جدا. وده اللي بيخلينا نقول ان دايما حالتنا النفسيه بتاثر على الجهاز الهضمي بتاعنا. لو عندنا ستريس او زعل او جلد تقمصات حسب الحاله النفسيه اللي احنا فيها. تمام؟ الانتريك نيرفس سيستم اول مكون فيه موجود في طبقه الصابميكوزا في كل الجي اي تي. واطلقوا عليه مايز نيرفس بلكسس اوف نيرفس. بيكون فيه ايه دوت البلكسس ده؟ بيكون فيه هو مصنع طبعا اوتونوميك جانجيا زي ما خدتوها السنه اللي فاتت. اوتونوميك جانجيا يعني نيرف سيلز ونيرف فايبرز. بوست جانجليونيك ورا سيمباثيك
وبيساعد ان هو يغذي الجلاندز وينظم الافراز بتاع الجلاندز السكريتري اكتيفيتي اوف ذا جلاندز اللي في طبقه الميكوزا. طيب هلاقي فين في الجي اي تي كله جلاندز في الساب ميكوزا؟ في طبقه الساب ميكوزا هلاقي فقط في الاسوفاجس وفي الديودنا، ودي بتبقى جلاندز بتفرز ميوكس ماده مخاضيه عشان تعمل لوبريكيشن لليومن بتاع الفات. يبقى خلي بالك تاني لاير عندنا الاقي الماسكولاريس ميكوزا، اخرج لبره الاقي طبقه محترمه من الكونكتيف تيشو اسمها الساب ميكوزا. ايه الثوابت في كل جي اي تي؟ لارج بلاد فيسلز وليمفاتيك فيسلز. ما تنساش اوعى تنسى المايسنس فليكسس كورنر، اول مكون في الانديريك نيرفس سيستم. طب ايه الزيادات موجوده او مش موجوده؟ الجلاس في طبقه الساب ميكوزا هلاقيها في تو اورجنز في الجي اي تي، في الاسوفاجس والديودنا. تالت الطبقة المحترمة جدا بقى من العضلات سميناها ماسكيلوزا أو ماسكولاريس اكسترنا، لأن أنا كان عندي جوه تبع الميكوزا طبقة اسمها إيه؟ ماسكولاريس ميكوزا، لأنها تبع طبقة الميكوزا. ده عندي عضلات موجودة في كل جي أي تي طبقة من العضلات اسمها ماسكولاريس اكسترنا أو سهل على نفسنا اسمها الماسكيلوزا. الثوابت ايه والمتغيرات ايه الون الجي اي تي؟ الثوابت ان نوع العضلات سموث ماسك، وان الارينجمنت بتاع العضلات زي ما قلنا مع الماسكولاريس ميكوزا الانر سيركلر والاوتر ايه؟ لونجيتيودنال اللي هو الاي سي او اي. ده الثوابت في كل جي اي تي. ايه المتغيرات؟ بالنسبه لنوع العضلات ممكن في الاسوفاجس في التلت الفوقاني الابر ثيرد اوف ذا اسوفاجس هلاقي سكيلتال ماسل، يبقى دي متغير. بالنسبه للارينجمنت احنا قلنا السابق اي سي او ال يعني طبقتين. المتغير ان انا الاقي في الاستومك في المعده طبقه داخليه زياده اسميها الانر اوبليك لاير اوف ماسل، ده في الاستومك بس، لان انتوا عارفين الاستومك اكتر مكان خلاط هيحصل فيه ميكس للفود مع الدايجستيف انزايمز ومع الاتش سي ال، فلازم يحصل ميكسنج كويس عضلات ان ديفرنت دايركشنز. يبقى في المعده فقط طبقه زياده اللي هي الانر اوبليك لاير اوف ماسل، وفي لارج انتستن في الامعاء الغليظه هناخد شيء معدل شويه مش هتكلم عليه دلوقتي بس اسمه تينيا كولاي. خليها في بالك هنقول ايه هي التينيا كولاي لما نوصل للجي اي تي. خلاص نرجع للثوابت بتاعتنا، الطبقه الخارجيه من العضلات طبقه محترمه جدا من السموث ماسلز ارينجد ان تو لايرز اي سي او ال. من ضمن الثوابت برضو ان انا الاقي بين التو لايرز دول تاني كومبوننت من الانتريك نيرفس سيستم الجهاز العصبي بتاع القناه الهضميه، تاني مكون دي موجود هنا بين طبقتين العضلات وبيسموه المايونتريك بلكسس او الاور بوكس بلكسس. الاور بوكس بلكسس ده سكند كومبوننت اوف ذا انتريك نيرفس سيستم، ده بيغذي العضلات بتاعت الماسكولاريس اكسترنا اللي هي مسؤوله عن ايه؟ حاجه مهمه جدا هنا بتحصل في جي اي تي اسمها درستوها قبل كده اسمها البريستالسيس، البريستالتيك كونتراكشنز اللي مسؤوله على الميكسنج اوف ذا فود وانتقاله من وان اورجن جي اي تي الى الاورجن اللي بعده. يبقى دي البريستالتيك موفمنت مسؤوله عنها عضلات الماسكولاريس اكسترنا اللي بيغذيها انهي بلكسس؟ المايونتيريك او الاور بوكس بلكسس اوف نيرف. دي من الثوابت في كل الجي اي تي. يبقى عندك مكونين للجهاز العصبي الخاص بالقناه الهضميه، واحد موجود في طبقه الساب ميكوزا سميناه ايه؟ مايسنرز بلكسس اوف نيرف، وده مسؤول عن ايه يا جماعه؟ مسؤول عن حركه الميكوزا والافراز بتاع الغدد بتاعت الميكوزا. الاخر او الثاني موجود بين طبقتين العضلات بين الاي سي والاو ال اوف ذا ماسكيلوزا، وده مسؤول عن ايه؟ العضلات دي مسؤوله عن ايه؟ عن الستاتيك موفمنت اللي بتساعد على الميكسنج اوف ذا فود مع الدايجستيف انزايمز وتحرك الطعام. هنا دي الاخرى اللي احنا قلنا عليها، دي الانر سيركلر اللي بتبان شكلها السبندل اللي احنا عارفينه،
الاوتر اوكسيدرال مجموعه النيرف سيلز دي، وهنا باينة قوي في ذكرى النيوكلياي بتاعت النيرف سيل بودز، ده الانر سيركلر وده الاوتر اوكسيدرال. الكلام ده اتفهم؟ طبقه رابعه دي هتكون فين يا جماعه؟ مكانها فين؟ بره ولا جوه؟ بره خالص. دي الاوتر موست لاير، الطبقه اللي محوطه اي جزء من القناه الهضميه من الخارج. الطبقه دي ساعات نسميها سيروزا وساعات نسميها ادفنتيشيا. امتى نسميها كده وامتى نسميها كده؟ وايه تركيبه السيروزا وايه تركيبه الادفنتيشيا؟ لو الاورجن بتاع القناه الهضميه موجود جوه الابدومينال كافيتي او البريتونيال كافيتي، يعني مغطي بالبريتون الفيسرال لاير او البريتونيال، الطبقه اللي حوالين الاورجن بسميها سيروزا. اما لو كان الاورجن بتاع مش متشعلق في الابدومينال كافيتي لكنه اتاتشد للوول لكونكتيف تيشو فقط هسميها ادفنتيشيا. زي ما انت شايف هنا مثلا الجزء ده كله من الاسوفجس ماشي في التشست سافيتي، مفيش هنا بريتونيوم، يبقى الطبقه الخارجيه اللي هتكون محوطه الاسوفجس هسميها ادفنتيشيا. كلمه ادفنتيشيا يعني فايبرز، كولاجين فايبرز وفيها شويه بلاد فيسلز. اما لو كان الاورجن بتاعك داخل في الابدومينال كافيتي ومتغطي بالفيسرال بريتونيوم دي بسميها السيروزا. طب السيروزا هتزيد ايه عن الادفنتيشيا؟ برضه كونكتيف تيشو بلاد فيسل ومتغطي بايه؟ خدنا في سنه اولى فاكرين السيروس ممبرينز؟ متغطي بسيمبل سكويبس ميزوثيليوم. فاكرين كلمه ميزوثيليوم؟ اللي كان مغطي الدورة والبريكارديوم والبريتونيوم. الطبقه دي سواء عرفتوا انت ادفنتيشيا وانت سيروزا، لو بريتونيوم هتبقى سيروزا. حاجه مثبته في جدار الوول باي كونكتيف تيشو بس دي هسميها ادفنتيشيا. سواء ادفنتيشيا او سيروزا فايدتها انها بتبروتكت الاورجن وبتعمل له فيكسيشن للسراوندنج تيشوز اللي حواليه. خلاص؟ ولقوا ان هي ليها دور مهم جدا في منع الميتاستاسيس بتاع التيومرز. بتحدد او بتلمت الى حد كبير خصوصا لو سيروزا. يعني مثلا الانسنس لو حصل كانسر في الاسوفجس لا قدر الله بتغطي بادفنتيشيا. الانسنس او ميتاستاسيس يعني سبريد، يعني ايه ميتاستاسيس؟ انتشار الخلايا السرطانيه، بتبقى اكتر في الجزء اللي متغطي بادفنتيشيا فقط وما عندوش سيروزا، لان السيروزا كمان بتدي حمايه اكتر وبتمنع السبريد اوف ذا مالجنانس. فهمنا يا جماعه؟ دي الطبقه اللي سميناها سيروزا او ادفنتيشيا. خلاص عرفنا كده؟ احنا اتكلمنا عن الجنرال بلان اوف ذا جي اي تي اللي هنمشي فيه في كل مكونات القناه الهضميه، وقلنا لو خدت قطاع عرضي في اي اورجن من القناه الهضميه هلاقي الجدار بتاعه مكون من اربع طبقات. الطبقات دي ببداها من جوه اقرب حاجه لليومن او التجويف وبطلع لبره، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولوزا او ماسكولاريس اكسترنا، من بره سيروزا او ادفنتيشن. اللي هي دي فاهم يا جماعه؟ طيب بعد كده نبدا نطبق هذا الكلام على اول جزء من القناه الهضميه وهو المريء او الاسوفجس. الاسوفجس يا جماعه قناه طولها حوالي 25 سم ممتده منين لفين او بتنقل البولس اوف فود او بارشلي دايجستد فود منين؟ من الاوروفارنكس اللي عليه الدايره الصفراء دي عشان ينزل ويوصل للاستومر. يبقى الاسوفجس ممتد من الاوروفارنكس الى الاستومر. خلي بالك ان الانبوبه دي جاست باسج للفود وملهاش اي رول في الدايجيشن، ملهاش اي دور في عمليه الهضم نفسها. يعني الخلايا بتاعتها او الغدد اللي فيها لا تفرز اي انزيم هضميه وبالتالي it has no role in digestion. البولس اوف فود اللي حصل له ماستيكيشن في الاورال كافيتي بيبتدي ينزل باي بريستاليسيس along this tube اللي هي الاسوفجس عشان يوصل للاستومك. فالاسوفجس ده يا جماعه بيبدا بالسرفايكال بارت ده جنبه في الاناتومي. الميجور بارت بتاعه ثوراسيك
يبقى عايز حد يقول لي هنا انهي جزء هيبقى بنغطي بسيروزا وانهي جزء بقى بالتيشو. تمام؟ قولي في حاجة. مين؟ اسمك ايه؟ اسماء. قولي يا اسماء. اللي تحت يبقى بسيروزا واللي فوق لا. برافو عليك. يبقى كل الثراسي بارت ده اللي هو جاست متشبك بيه الكونكتيف تيشو اللي حواليه هيبقى قد التيشو لكن اونلي ذا ابدومينال بارت اوف ذا اسوفجس افتر بيرسينج ذا فريم ده اللي هيكون متغطي بعيسيروزا. والحته دي خلي بالك مهمه قوي الحته اللي بتعمل بيرسينج للدايفراجم دي عشان ليها كلينيكال ديس اوردر كده اسمه هايتس سيرني هكلمكم عليه بعد شويه اللي بيسبب الارتجاع. طيب الاسوفجس ده اليومن او التجويف بتاعه بيبقى فيه لونجيتيودنال فولد شايفين الحاجات المعرجه بالطول دي لان المفروض وقت ما فيش اكل معدي في المريء بيبقى تقريبا مفهوم. عشان كده لو خدت فيه كروس سيكشن في الوقت اللي مفيش اكل بلاقي اليومن بتاعه فولد زي ما انت شايف كده بتنمي كده قلنا نتيجه كونتراكشن اوف ايه؟ ماسكولار ستيكوزا. ولما البولس اوف فود تبتدي تنزل في هذه الانبوبه الفولز دي تفلتن وتفرد عشان تقلاو البولس كتله الاكل انها تنزل وده طبعا بيساعد وجود كميات من البلاستيك فايبرز في جدار الاسوفجس بصفه عامه. يبقى هو اصلا لونجيتيودنال فولد دي ده السبب ان انت لما تشوف القطاع في المعمل في الشريحه بتاعتك هتلاقي كل السلايدز اللي في جي اي تي هيقول لك راوند سيكشن وليوم ماشي عشان هو انبوبه وقطعته فيها في العرض مدور وليه تجويف وبص على اليوم كده الاقيه فولد. يبقى انا عارف ان الانبوبه دي وهي فاضيه من الاكل بيبقى فيها فولدز ثنايات بالطول ولما الاكل يبتدي ينزل بتفرد هذه الفولدز عشان تؤلاه الباسج اوف ذا بولس اوف فولد. هنطبق على الاسوفجس يا اولاد الجنرال بلان اللي احنا قلناه خلاص ده اليوم بتاعي من جوه زي ما انت شايف فولد بالشكل ده. يبقى دي ليير نمبر 1 ثم ليير نمبر 2 ابتدي شوف العضلات وعود عينك على منظر المصل عود عينك في اللاب على حاجتين على شكل الابيثيليوم بتاع كل اوربن لان الدنيا كبيره قوي في الجي اي تي مش عايزاك تدوب في الجي اي تي في اللابات. بتكلم كتير عن اللاب لان الجي اي تي مليان براكتيكال سلايدز. عود عينك على شكل اللاين الابيثيليوم وشكل المصل عشان تعرف انت فين طبعا عشان صور الداتا شو اللي بتجيلك في الامتحان. والليير اللي بره خالص هتبقى سيروزا او ادفنتيشيا حسب بس القطاع بتاعنا عاده واخدينه من الثراسيك بارت. نطبق هذا الكلام اللاين الابيثيليوم طبعا حتى الميكوزا عندي فيها كم مكون؟ ثلاثه لاين الابيثيليوم لامينا بروبريا اوف كونكتيف تيشو اند ماسكولاريس ميكوزا. احنا قلنا لاين الابيثيليوم بتاع كل التراك سمت كولانا ما عدا الاسوفجس هيبقى ايه؟ شيء طبيعي ان كتله الاكل اللي نازله دي هتعمل فريكشن هتعمل ابريشن هتعور الجدار يبقى ربنا مديله نوع قوي من الانتيريوم يحميه. طبعا جوه هيكون نار كده دينايز ستراتيفايز ويمس عود عينك في اللاب على طبعا فاكرين شكل الويبي بيزمنت ممبرين كانك ماسك ماركر تخين عامل الانتيريوم ده لان ده في تايب اوف انتيريوم. لامنا بروبريا اوف كونكتيف تيشو ايه الثوابت اللي احنا قلناها في الجي اي تي؟ لوز كونكتيف تيشو يحتوي على بلاد فيسلز ونيرفز والليمفاتيك نودولز اللي سميناها ايه؟ اسرار
بعد ما جت من الاوروفاج وفي اللوبر اند اللي هتبتدي تفتح فيها على الاستومك اللي بيقول عليها الكونستريكشن الحتت الضيقه خلاص. طيب اولا الجلانز دي اسمها كده ليه؟ ثانيا فايدتها ايه؟ اسمها الكارديا جلانز اوف ذا اسوفجس لان لما تاخد مناطق الاستومك اول جزء فيها اللي هو الجنكشن من الاسوفجس بيفتح فيه في الاستومك اسمها الكارديا بارت اوف ذا استومك اللي هي حواليها الدايره الزرقاء اللي فوق دي. والاستومك كلها جلانز في كل منطقه هسميها كارديا جلانز اوف ذا استومك فاند جلانز اوف ذا استومك وهكذا. فلقوا ان الكارديا جلانز اوف ذا استومك شكلها زي الجلانز اللي لقوها في الاسوفجس فسموا غدد الاسوفجس كارديا جلانز تشبها بايه؟ بالكارديا جلانز باول منطقه في الاستومك اللي هي كارديا ريجن اوف ذا استومك ده اسمها. وظيفتها هي بتفرز ميوكس سكريشن. الماده المفاضيه دي خلي بالك احنا قلنا في الزنقات فوق وتحت وهي خارجه من الفارنج وهي هتفتح على الاسوفجس. الزنقات دي يا جماعه وارد فيها اولا خصوصا من اللور بارت وارد رجوع الاسيد من الاستومك. فالميوكس ده بيبطن جدار الاسوفجس عشان يعمل لوبريكيشن للاكل وهو نازل وفي نفس الوقت الحته التحتانيه دي اللي هو هي اللور بارت اللي هتفتح على الاستومك اللي جايز يحصل ارتجاع اللي بنسميه ريجاش للاسيد من الاستومك للاسوفجس لا على طول هنيوترلايز الميوكس او المخاط ده هيعادل اي حاجه حمضيه ترجع من الاستومك الى الاسوفجس تاني. تمام؟ يبقى دي اول جلانس موجوده فين؟ في الاسوفجس في طبقه ايه؟ اللامينا بروبيا اوف كونكتيف تيشو سموها الكاردياك جلانس اوف ذا ستومك. اتفهمت الجلانس دي؟ طيب اخر ليا في الميوكوزا ايه؟ اللي هتفصلني عن السابليكوزا اسمها ماسكولاريس ميكوزا. انت شايفه هي بس رفيعه شويه وبتتركب بس هي ليها الارينجمنت اللي احنا قلنا عليه الاي سي والاو ال. هتاخده في المعمل شريحتين للاسوفجس واحده اسوفجس كات واحده اسوفجس دوج. في الكات هتلاقوا الماسكولاريس ميكوزا دي يا جماعه فيري بروميننت. طبعا النيورو ماسكولار ديفلوبمنت في القطط عالي جدا اللي هي تنط من سبع دور وما يجرالهاش حاجه. فالماسكولاريس ميكوزا عشان تفرق الشريحه هتلاقيها فيري ويل ديفلوب وماشيه كده حوالين داير التكوين بتاع الاسوفجس بوضوح شديد. دي هنا بيوريني المنطقه بتاعت اللامينا بروبريا دي الكارديا جلاندز اوف الاسوفجس موجوده فين؟ في اللامينا بروبريا يعني تبع طبقه الميكوزا ودي سيمبل تشوبولار جلاندز ستيفنس ميوكاس سكريشن يحمي الاسوفجس من الاتش سي ال. طيب لو احنا جبنا صوره زي دي جات لك في الداتا شو وبيسالك طبعا بالتكبير ده مش هيسالك على الاورجان كله لكن انت شايف انهي لير قدامك كده من اللايرز اللي احنا درسناها؟ شايف كام لير من اللايرز اللي احنا درسناهم؟ كام؟ عند صوت؟ حد يرفع ايده يجاوب يا جماعه مفيش اي مفيش اي حرج يعني. اتفضل اسمك ايه؟ رضا قول يا رضا. لا وجزء من الماسكولاريس ميكوزا ده يا رضا. ادي الانر سيرفر اهو وادي الاوتر مانشن. يبقى دي كلها ميكوزا على بعض. خلي بالك حسب الماجنيفيكيشن اللي جاي لك في الصوره حسب التكبير. بس واضح قوي شكل الستراتيفايد سكويرس نون كيراتينايز اللي هي الكتير اللي في بعض فقط من اللامينا بروبيا بالبلاس بيتس اللي فيها ادي الماسكولاريس ميكوزا ده الانر سيرفر وده الاوتر لونجيتيود. يبقى عينك بتشوف وبتفهم التكبير اللي جاي قصادك في الصوره. دي الميكوزا ككل ده ايه؟ ميثيليا نونتي لاتينايز ستراتيفايد سكويمس دي ايه؟ لامينا بروبري اوف كونكتيف تيشو ودي الماسكولاريس ميكوزا. تمام خلاص؟ دي الاسوفيجيا الكارديا جلانز اللي احنا قلنا عليها وبتمنع الاسوفيجيا ريفلاكس. ريفلاكس يعني ارتجاع الاسيد من المعده للمعدة. الصاب ميكوزا اللي بالخط الاحمر ده او الارو الاحمر ده اتفقنا ايه الثوابت بتاع الصاب ميكوزا؟ دنس كونكتيف تيشو
كنترول ايه؟ كونتراكشن اوف ذا ميكوزا، برافو عليكي. وايه كمان؟ سكريتري اكتيفيتي اوف ذا جلاند. في طبقة الاصابة ميكوزا من الزوايا اللي احنا بنضيفها، الاصابة ده ما شاء الله مليان جلاند. في جلاند محترمة جدا موجودة في الاصابة ميكوزا اوف ذا اصابة ديس، بيسموها اوسوفيجيال جلاند بروبر. محترمة وكبيرة عشان يفرقها لك من الجلاند اللي موجودة فين؟ في اللامينا بروبر او كونكتيف تيشو. الاثنين بيفرزوا ميوكس، بس البروبر دي موجودة في كل المول اوف ذا اصابة، في كل امتداد المريض كله. ونوعها ايه جلاند دي؟ عشان هي بس متعبرة شوية، كومباوند تيوبيلو الفلر جلاند. كومباوند تيوبيلو الفلر. وهنا انت شايف السكريتري يونتس بتاعتها، واضح انها ميوكس سكريتنج لانها دايبه شويه او باتوليتد. برضه يا جماعه الميوكس ده بيضاف بيكوت، يعني بيعمل طبقه كده على اللاينينج بتاع الاسوفيجس، يعمل له لوبريكيشن يحميه من كتله الاكل وهي او بولس الفود وهي نازله في طريقها الى الاستومك. خلاص؟ شايفين البتاع ده يا جماعه؟ ايه دي؟ ها؟ دي ضغط، برافو عليكي. الضغط يا جماعه بتاعة الميوكس اسينوين، مش اي جلاند فيها اسينوين ضغط تعمل استكريشن، هو عايز يطلع للهيومن عشان يبطل يدي بطانه وتحمي الوول. الاسينوين نفسها موجوده في الصاب ميكوزا وبيخرج منها الضغط، وخلي بالك ان الضغط بتخترق الماسكولاريس ميكوزا وتطلع تعمل استكريشن على الهيومن اوف ذا اسوفجس. يبقى الجلاندز دي سموها اوسوفيجيال جلاندز بروبر. عندك نوعين من الجلاندز في الاسوفجس، واحده في اللامينا بروبيا اسمها كارديا جلاندز، ودي مش في كل القناه، في الابر واللور اندز بس. واحده في الساب ميكوزا اسمها اوسوفيجيال جلاندز بروبر، ودي في كل القناه. قناه اقصد الاسوفجس، في كل المريء، في كل جدار المريء. الاثنين ميوكس سكريتنج، صغيرين سيمبل تيوبلر وكبار كومباوند تيوبلو الفا. نيجي بقى لطبقه الماسكولوزا او سميناها اسمها الثاني يا جماعه؟ ها؟ ماسكولاريس اكسترنا، لان انا عندي ماسكولاريس ميكوزا مع الميكوزا. طيب ايه الارينجمنت اوف ماسكولز؟ احنا قلنا خدنا اكسبشن قبل كده. في نوع العضلات وفي الارينجمنت اوف ذا ماسكولز. هنا اللي ثابت الارينج، والمتغير هو نوع العضلات نفسها. اللي ثابت الارينجمنت يعني ايه؟ يعني الحلوين بتوعنا اي سي و او ال، بس نوع الماسل دي نفسها هتختلف. فهنقسم الاسوفجس الى ثلاث كتلات. في الابر ثيرد ده من العضلات كلها سكيلز، وفي اللور يعني الميدل ثيرد لقوا ميكستشر من الاثنين. امال احنا الصوره اللي هنشوفها في المعمل دي جايبينها منين؟ لا جايبينها لك من الحته الاخرانيه عشان تشوف سموث ماسل بس زي كل الجي اي تي بعد كده. يبقى الثابت هو الارينجمنت اي سي او ال، والمختلف هو نوع العضله. في الابر ثيرد سكيلتن، وفي اللور ثيرد سموث، وفي الميدل ثيرد ميكستشر من الاثنين. طيب يعني ممكن اشوف في الصوره بس مش في اللاب، مش في شريحه اللاب، شويه من السكيلتال ماسلز اهو. نعرف السكيلتال ماسلز ازاي يا جماعه؟ اولا الجوكا اهم من السموث، شكلها هوري جونال او هوري هيدرال. اهم نقطه ايه؟ برافو عليك. البريفرال نيوكلاي بتاعتها، النيوكلاي بتاعتها بريفرال. ليه بقى في سكيلتال ماسلز في الاور ثيرد اوف ذا اسوفجس؟ احنا عندنا بروسيس اسمها ايه؟ سوالوينج او ديجليتيشن. الديجليتيشن ده ليه فيزز، بتبدا في الاوروفارينكس وفي اول جزء من الاسوفجس. فالاول حركه البلع دي بتبقى فولانتري، انت بتدخل الاكل وتقدر تتحكم فجاه ان انت توقف السوالوينج بتاعك. اول ما ينزل الابر ثيرد اوف ذا اسوفجس خلاص بقى الكنترول هيبقى اوتونوميك، يعني انفرانتري. فلسه ده تبع الفولانتري فيز اوف سوالوينج او ديجليتيشن. بعد كده
تقدرش تتحكم في عمليه السوالوين لانها تحولت الى اوتونوميك سبلاي وبقت انفولانتري بروسيس. عشان كده الابر ثيرد فيها سكيليتال ماسل. بس السكيليتال ماسل دي يا جماعه خلي بالك الاكسبشن بتاعها ايه؟ انفولانتري ولا انفولانتري؟ انفولانتري. الفيز بتاع الاوروفايز الفارينجيال فيز اوف سوالوين كله فولانتري. بعد كده انفولانتري من اول الابر ثيرد. فرغم ان عندك سكيليتال ماسل ككونتينيويشن للماسل بتاع الفارس لكن الماسلز دي ار انفولانتري. البلع تقدر تتحكم فيه فوق في المريء؟ بتحس اصلا ان انت تقدر تكونترول؟ طبعا لا، هينتهي بعد الفارينجيال فيز الفولانتري كنترول هيتحول الى انفولانتري. فرغم ان في سكيليتال ماسل في الابر ثيرد ككونتينيويشن للماسلز اوف الفارس ولكنها ايه؟ الماسلز دي ار انفولانتري. هنا طبعا مشاور لي على الاور باكس فليكسس بين الكينر سيركلر والاوتر لونجيتيودنال. يبقى فهمنا الماسكولوزا او الماسكولاريس اكسترنا او الاسوفيجس والاختلاف فيها نوعيه العضلات وليس الارينجمنت بتاعتها. يعني السكيلتال برضه او الكينر سيركلر والاوتر لونجيتيودنال. طيب اتفقنا؟ عشان اسمي سيروزا ولا ادفنتيشيا خليكم معايا شويه، خليكم معايا كفايه كلام. الثراسيك بارت هيبقى ايه يا جماعه؟ اتفقنا لحد قبل الثراسيك ده ادفنتيشيا. يعني ايه ادفنتيشيا؟ لوز كونكتيف تيشو، يعني شويه كولاجين فايبرز وفيها بلاد فيسلز. فايدتها ايه؟ مجرد انها تثبت الاسوفجس في مكانه وتربطه مع السراوندنج ستراكشر. بعد ما يبيرس الدايجرام دخلنا في الابدومينال بارت اخر 5 سم ده هيبقى بنغطي بسيروزا هيضاف لها طبقه من سيمبل سكويرس ميزو ثيا. طيب الصوره دي بس مقلوبه كده مورياني انهي طبقات في اللي درسناها؟ يعني كله، يعني مورياني جدار الاسوفجس كله. ادي اليومن بتاعي عينك على الابيثيليا عشان تعرف انت فين بره ولا جوه. قلم مرة التخين وماشي بطريقة ويلي. ده النون كيراتينايز ستراتيفايد سكوير ابيثيليا. الطبقة دي بسميها ايه؟ لامينا بروبيا اوف كونكتيف تيشو. الطبقة دي ماسكولاريس ميكوزا. عيني عرفت الماسكولاريس ميكوزا يبقى انا عرفت ان انا داخله على سب ميكوزا. ثم ماسكولاريس السيرما المحترمة جدا انر سيركلر اوتر لونجيتودنال ده مشاور لك على الطبقة اللي ما بينهم الكونكتيف تيشو اللي ما بينهم هيبقى فيها انهي بلكسس؟ الاور باكس او المايسيريك بلكسس اوبلر. خلاص نفس الشيء. طيب في تو سفنكترز معلومات عشان بس الكلينيكال ابلكيشن. في تو سفنكترز في الاسوفجس يا جماعه. ابر اوسوفيجيال سفنكتر ولور اوسوفيجيال سفنكتر. طبعا الابر بنسميه فارينجيو اوسوفيجيال. المفروض ان هو بيمنع ارتجاع من الاسوفجس ما يرجعش تاني للفم. اللور سفنكتر ده هسميه جاسترو اوسوفيجيال سفنكتر. السفنكتر الفوقاني ده بيقولوا عليه ترو اناتوميكال سفنكتر. ترو يعني ليه ستراكشر بيكونه اللي هي العضلات اللي بنسميها كيكو فارنجياس ماسل. يحصل لها تيكنج قوي هنا وتكون لي هذا السفنكتر ده الفارنجيو اوسوفيجيال. اما اللور سفنكتر ده مهم قوي عشان عندنا كلينيكال ابلكيشن في الحته دي. اللور اوسوفيجيال سفنكتر فايدته يمنع الريفلكس يعني ارتجاع من الاستومك الى الاسوفاجس. ولكن هذا السفنكتر يا جماعه فيسيولوجيكال سفنكتر. فيسيولوجيكال سفنكتر مكون من ايه؟ مكون من العضلات بتاعت الاسوفاجس نفسها الماسل فايبرز بتاعت الاسوفاجس. ثاني حاجه في المنطقه دي السكيلتال ماسلز بتاعت الدايفراج بتيجي تحوط الاسوفاجس في هذه المنطقه. احنا عايزين السفنكتر ده يكون مقفول فلازم يكون في تون. التون دي جايه له منين؟ من عضلات الاسوفاجس ومن بمساعده العضلات بتاعت الدايفراج عشان نخلي البريشر اعلى جوه السفنكتر اعلى من بره، اعلى من الانترا ابدومينال بريشر. ومفروض ان السفنكتر ده
لو الاكل بيعدي من الاسوفجس للاستومك او واحد بيرجع عنده هوم. لكن المفروض على طول هو في تون، تون يعني تونس معناها ان هو مكفوف. اللي فوق ده اناتوميكال سفنكتر معمول بالكريتوفارنجيال ماسل، واللي تحت ده فيسيولوجيكال سفنكتر يعني كلها فاكتورز بتساعد بعض عشان نحتفظ بالسفنكتر ده مكفوف. اهمها العضلات في الجدار المريء نفسه في الحته دي بيبقى في تون على طول، والعضلات بتاعت الدايفراج لما تيجي تزنق على المكان ده وتعمل له انسيرتنج نضمن ان هذا السفنكتر يكون مقفول. طيب الريفلوكس اوس فاجايتس ارتجاع من المعده الى المريء، التون بتاع السفنكتر اللي هو الاوسفاجيال سفنكتر حصل فيه لخبطه والتون ده قل. الارتجاع بتاع الاسيد من الاستومك للاسوفاجس بيسموه هارت بيرن. لو عمر جالك حموضه شديده او سمعت حد في البيت يقول لك عندي حموضه، ارتجاع الاسيد ده بيسموه هارت بيرن او يسموه ريفلكس، ريفلكس اوسفاجايتس. وريفلكس اوسفاجايتس ده لو كان كرونيك او يعني قعد مده طويله مزمنه بيؤدي الى ديزيز اسمه الجيرد. ما هو الجيرد؟ جاسترو اوسفاجيال ريفلكس ديزيز. يبقى عندك تحط ايدك على المشكله، ايه هي المشكله؟ نقص التون في اللور اوسفاجيال سفنكتر بيعمل ارتجاع من المعده الى المريء ويؤدي الى التهاب في الميوكوزا بتاعه الاسوفجس. عشان كده بنعرف حاجه اسمها هايينا ثانيه، يمكن مش مكتوبه عندك في الكتاب بس عايزه افهمها لك عشان انت مكتوب عندك كلينيكال ابلكيشن اسمه بارتس اسوفجس. عشان تفهم البارت لازم تفهم الخطوات دي كلها. ايه هو الهايتا هيرميا ده؟ هايتس يعني فتحه وهيرميا يعني فتحه. هيرميا دي كلمه هيرميا يعني فتحه. الصوره اللي فوق الاسوفاجس احنا قلنا ان هو بيخترق الدايفراج ويجوين مع الاستومك في الابدومينال بارت. في حاجه جينيتك او ديفلوبمنتال يعني وراثيه ان في فتحه في الدايفراجم كبير. الجاب دي ما كلمة هايتس يعني جاب، دي حاجة ابنورم. بتساعد على خروج جزء من المعدة من الاستومك يخرج من هذه الجاب. يبقى عشان كده اسمها هرني، هرني يعني هرنيشن، هرنيشن يعني حتة من الاستومك تطلع في الخلاص الكبدي. والارتجاع بتاع الاستومك ده أو البصلة دي بتاعت الاستومك بتضعف جدا الايه؟ اللور اوسفاجيال سفنكتر، فيساعد بسهولة على الريفلوكس ارتجاع محتويات الاستومك إلى الاسوفاجس. هي الحاجات معتمدة على بعضيها. في آخر مرحلة هنوصل لما يسمى البارتس بقى. البارتس اسوفاجس مشكلته مترتب على مراحل عادة بيسبقه كل المراحل اللي قبليه عشان نوصل لان في ريفلوكس. جاسترو اوسفاجيال ريفلوكس. ايه اللي بيحصل بقى كباثولوجي؟ بالتبت الاخير من الجدار المريء بنلاقي ما يسمى الميتابليزم. فاكروا عن ايه ميتابليزم في سنه اولى؟ تشينج اوف وان تايب اوف ابيثيليا فروم وان تايب تو انذر. حطوه كمان في الاكسبيرات مع الابيثيليا بتاع الليبي سموك. ميتابليزيا بنلاقي تغير جزء من الستراتيفايد سكويرس نون كيراتينايز ابيثيليا بتاع الاسوفيجس تستبدل بسيمبل كولومبر اللي بيشبه اللايننج بتاع الاستومك. ربنا خالق كل اورجان في الابيثيليا بالمناسب دي. لما يحصل اي تشينج من الابيثيليا للتاني دي علامه ان الكونديشن ده از في مالجنت. في مالجنت يعني ايه؟ يعني بيسبق حدوث المالجنسي او السرطان. فبيعملوا اندوسكوب يعني منظار عشان يشوفوا الاريا اللي فيها ميتابليزيا. ده النورمال، ده الشكل اللايننج النورمال بتاع المريء، وده الشكل البارتس ده اللي احنا بنقول عليه بارتس، الحتت الباتشز الحمراء دي. وقال بتوع المناظير دي حددوا لو لقوا على الاقل 3 سم من الاسوفاجس في الريد باتشز دي بيشخصوا عليه البارتس. ساعات بتحتاج الى ريسكشن للاسوفاجس لو الباتشز دي نيومرز وماليا اللور بارت اوف الاسوفاجس يشيلوا الجزء دوت اللي فيه الباتشز. فهمنا يا جماعه البارتس ده احنا وصلنا له ازاي؟ وصلنا له من الحاجات دي كلها على بعضيها. ان انا عندي لور اوسفاجيال سفنكتر المفروض ان هو في تون على طول.
اسوفاجس، لو حصل ضعف في هذا السفنكتر بيؤدي الى الفلوكس، فده يوصل لحاجه اسمها الفلوكس اوسوفاجايتس او الجرد اللي قلنا عليها اللي هي جاستروسوفيجيال فلوكس ديزيز. من اهم اسباب قلقيه الاسفنيا اللي هي فتحه كبيره في الدايفراج، فالستومك تطلع في الثراس الكافيتي، يبتدي يتحرك يتغير نوع الاثيليوم من النون كيلاتينايز الى كولومنر، والمالينمنت ده بري كونديشن مالينمنت، يعني بري مالينمنت او بري كانسرس كونديشن. فهمنا ده البارتس يا جماعه؟ طيب هيبقى عندنا في المنهج حاجه اسمها جامشن، برضه هنشوفها في المعمل. جامشن يعني ايه؟ يعني باخد جزء من الاورجن وبكمل على الاورجن اللي بعده. يعني باخد علشان كده خلي بالك ان الشريحه دي بتبقى لونجيتيودنال سكشن بالطول. الا سكشن عشان نشوف جزء من الاستوفنج وجزء من ايه؟ الاستوفنج. فبنسمي اول جنكشن عندك في المنهج جاسترو اوستيجيال جنكشن. ممكن يسالك ليست ذا تشينجز ويتش اوكير هيستولوجيكال تشينجز اللي بتحصل عند الجاسترو اوستيجيال جنكشن. انت بتلاقي على الشريحه ستريك طويله، شريطه طويله كده اللي جايب لك في اورجنز مقطعين في الطول. هتبتدي تقارن الاربع طبقات بتوعك، الميكوزا والسابميكوزا والماسكولوزا والستيروزا. هتقولي طب انا اعرف اي حاجه عن الاستومك دلوقتي؟ انا هقول لك مقدمه عن الاستومك عشان المحاضره الجايه تبقى عارف، تبتدي تعرف ايه اللي احنا هنشوفه في شرايح الاستومك. شوف الصوره دي تيبيكال للجاستروسيفيجيال فانكشن. اول حاجه انا ببص على شرايح الاستومك. شوف الصورة دي تيبيكال للجاستروسيفيجيال فانكشن. أول حاجة وأنا ببص على الشريحة ببص بعيني ناحية الميكوزا اللي هي قريبة من اليومن، بلاحظ عشان أعرف إن ده جنكشن تغير من نوع الإبيثيليوم لمكان إلى آخر، وتغير في شكل الميكوزا بصفة عامة. مطلوب مني أحدد أنهي ناحية تخص الاستومك وأنهي ناحية تخص الإسوفاجس. عشان انا لسه ما اعرفش الاستومك هروح هدور بعيني على طول على ايه؟ على ايه؟ يعني ايه اللي حته في الاستومك ده اول حاجه هعرفها ايه؟ الابيثيليوم اللي احنا قلنا عليه، الابيثيليوم المموج بين ويب بيزمنت ميمبرين والماركر اللي مشي على اليومن كله نون كيلاتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. هتلاقي الابيثيليوم ده فجأة ابرفتلي يعني فجأة يتغير الى نوع الابيثيليوم اللي هيغطي الاستومك، ومفروض خلاص سنه اولى وعارفينه، بس صعيد مش باين على الماجنيفيكيشن ده، ستة المفروض تكونوا عارفين هو ايه. سمبل كولومنر، برافو عليك، وظيفته ايه؟ سكريش صح؟ سمبل كولومنر ابيثيليوم، الخط ده الفاصل ما بين الابيثيليوم بتاع الاسوفاجس والابيثيليوم بتاع الاستومك ليه اهميه كلينيكال كبيره قوي، وبيسموه زد لاين، وده اكتر لاين بيحصل فيه الكانسر. بيسموه زد لاين او زجزاج لاين اللي هو بيفصل ما بين الاسوفاجس والاستومك. طبعا الشريحه دي المفروض احنا ماشيين بالطول بس هي مقلوبه كده عشان اخد جزء من الاسوفاجس وانزل على الاستومك. طيب الكونكتيف تيشو اللي جزء من الاسوفاجس وانزل على الاستومك. طيب الكونكتيف تيشو اللامينا بروبريا او الكونكتيف تيشو هنا مش باين فيها الكارديك جلاندز، بس ناحية الاستومك ابتديت اشوف الجلاس. كل مناطق الاستومك يا جماعة سواء الكارديا، الفانوس، البايلورس كلهم هلاقي فيهم جلاس. بصفة عامة بقول عليهم جاستري جلاس، بس طبيعي في الجاستروسوفيجيال جانكشن احنا داخلين في أول منطقة اللي هي الكارديا ليجن، فهيبقوا كارديا جلاس ودستوس. تمام؟ يبقى لقيت إن اللامينا بروبيا كلها بتاعة الاستومك اوكيوبايد بالحاجات اللي ماشية في اللي هي الجاستري جلانز او الكارديا جلانز اوف ذا ستومك. طيب بعد كده وانت بتتفرج على هذه الشريحه اتعب نفسك ودور على الماسكولاريس ميكوزا. هتلاقي ستراندز من السموث ماسل الضمه دي عشان تفصل لي طبقه الميكوزا من السب ميكوزا. مش في كل السبيشيز حسب الانيمال اللي احنا واخدين منه، ساعات مش بنكلمك على النيومن بس مش كل يعني ساعات الراد لا المايس لا مش كل السبيشيز.
مفروض اشوف كده طبعا كارديال جلانس بس مش باينه قدامي في المقطع ده. سمي الكوزه ادي الماسكولاريس بتاعتي. لقيت هنا طبقه سمي الكوزه والاسوفيس الجلانس دي سميناها اوسيلريال جلانس بروبر. الجلانس دي بتبتدي تقل تدريجيا لحد ما اوصل ناحيه السمي الكوزه او الاستومك ما فيهاش جلانس. لان انا قلت الجلانس في السمي الكوزه في الجي اي تي هلاقيهم في مكانين هما ايه؟ الديودن الاسوفيس والديودن. بتكلم على طبقه السمي الكوزه. طيب ادي طبقه الماسكولاريس اكسترنا او الماسكولوزا. خلي بالك ناحيه الاستومك التوتال ثيكنس بتاع الماسكولوزا هيبقى اكتر من التوتال ثيكنس ناحيه الاسوفيس. لان انا قلت لك في الاكسبشنز ان انا هيضاف ليا في المعده طبقه زياده داخليه من العضلات ارينجد اوبليك كده بسموها الانر اوبليك لير اوف ماسل عشان تساعد على الخلاط اللي احنا قلنا عليه ميكسينج ذا فود وذ دايجستيف انزايمز. تمام؟ يبقى عندي appearance of the inner oblique layer of muscle. اللور اند اوف ذا اسوفاجس لحد الاستومك وفيما معظم الفات هيبقى سيروزا بعد كده. تمام؟ يبقى ايه changes occurring at the gastroesophageal junction؟ اول حاجه لما بتتفرج على الشريحه لقيت اختلاف في نوع الابيديليا من ناحيه لناحيه ثانيه، لقيت اختلاف في شكل الميكوزا ككل. دي الميكوزا دي مختلفه عن الميكوزا دي. الابيديليا نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس بتحول الى سيمبل كولومنا. هتقول لي انا مش شايفه بالتكبير، ده فعلا مش شايف، لكن شايف فتحات. فتحات النور دي بيسموها جاستيك بيتس، هنقول عليها في المحاضره الجايه. وفتح فيها جلاندز ملياني اللامينا بروبريا اوف الاستومك. يبقى طبقه الميكوزا كل شرايط الاستومك مليانه جلاندز جلاندز جلاندز، لان الاستومك اكتر مكان فيه سكريشن. بتفرز دايجستيف انزايمز، بتفرز ميوكس، بتفرز اتش سي ال. فكل اللامينا بروبريا اوف الاستومك فيها جلاندز اوكيباينج ذا هول لامينا بروبريا. ادي الماسكولاريس ميكوزا بتعدي ما فيهاش تشينج. اجي طبقه السب ميكوزا الاقي الاكسبريشن جلاندز بروبر. طبعا شايف ان هم ميوكس سكريتنج جلاندز شكلهم بيل او باكيوليتد، بيبتدوا يقلوا تدريجيا ناحيه الاستومك. لكن اللي بيحصل قلنا فجاه ابرابتلي نون كيراتينايز ستراتيفايد فجاه يبقى سيمبل كولر. الماسكولوزا اكحل ناحيه الاستومك عشان ابيرنس اوف انر اوبليك لير اوف ماسل. وبعد كده قوم ديسكفرد ويز سيروزا. دي بنسميها تشينجز اوكيرنج ات ذا جاستروسيجيال جانكشن. ناخدها طبقه طبقه كده ونشوف التغيرات اللي فيها. ايه السمري للمحاضره دي؟ ان الوول اوف ذا دايجستيف تراك حطيناها لها جنرال بلان مكونه من جلوكوزا، سام جلوكوزا، ماسكولوزا، اند ايدر سيروزا او ادنتيشيا. اللايننج ابيثيليوم اوف ذا اسوفيس نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. خدنا نوعين من الجلاندز في جدار المريض، واحده في اللامينا بروبريا اوف كونكتيف تيشو اسمها الكارديا جلاندز، واحده في السب جلوكوزا اسمها جلاندز بروبر. والاثنين بيفرزوا الميوكاس سكريشن. خدنا ريليتد كلينيكال كونديشنز لهذا الموضوع، البالانس اسوفاجس ولاسكتها الهيئه الفيرنس. طيب الاسئله اللي ممكن تجي لنا فيما يخص هذه المحاضره. List the four layers forming the wall of the walls of the digestive tract with reference to the function of each layer. Describe the histological structure of the wall of the esophagus. Explain the underlying causes for hiatal hernia and Barrett's esophagus. يبقى السفنكتر لازم تفهمه كويس. List the histological changes occurring at the gastroesophageal junction. List يعني كل واحد 2 3 4. في صور بقى بشوف نحاول نحل على قد ما نقدر نعمل لكم كيف تعمل. This is a section in the esophagus. Identify الحاجات. البلاك ارو نون كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ابيثيليا. هو اللاين ده كله بيمثل انهي لير؟ ميكوزا. الريد ستار ده على ايه؟ لامينا بروبريا اوف كونكتيف تيشو. الارو ده على ايه؟ ماسكولاريس ميكوزا. خلي بالك بتبقى ماشيه واخده الفولدات بتاعت الاسوفاجس. طيب اللاير دي هو ما سالنيش على الصف يكون زي هو عايز يسال هنا على طول على ماسكولاريس ستير
او لونجيودينال ده الكونكتيف تيشو اللي بينهم يحتوي على اني نكسس الاور بوكس او المايثيريك نكسس ده دي كل الاجابات طيب ده سيكشن من ذا وول اوف ايه؟ احنا خدنا ايه النهارده؟ سوفت اليلو ارو انا هنا في انهي طبقه يا جماعه؟ دي الفولت بتاعتي ايه دول؟ لا مش الكارديك ده لو كنت شفت ان دي ماسكولاريس ميكوزا كنت عرفت ان ده لامينا بروبريا في الصور ما تركزش قوي مع الكارديا جلاند ده مذاكره بس كنت ادانا شو تركز مع الجلاند بروبر معظم لازم القطاع بتاع الاصابه بس هيبان لك في الجلاند بروبر في الصف ميكوزا الثانيه يا اه يا لا ما تعتمدش عليها في خط اهو عضلات مقطعه رفيعه دي الماسكولاريس ميكوزا يبقى انا هنا في الصف ميكوزا بس عشان هو فولد طالع ونازل اليوم بتاعي يبقى دي اوستيفيجيال جلاندز بروبر وده ايه؟ الضغط بتاعها برافو عليك ودي انهي طبقه؟ ماسكلو برافو ده سيكشن اللي بقوله ده اسوفاجس دي ايه؟ نون كيراتينايز ستريفايد سكويمس اثنين وثلاثه ماسكولاريس ميكوزا يبقى واحد اثنين وثلاثه فورم لير بول ميكوزا ليه أربعة دي إيه؟ سب ميكوزا بدون إيه؟ جلاندز بروبر دي بداية مين؟ ماسكلوزا إينر سيرفر لير أو ذا ماسكلوزا ده جنشن ولا مش جنشن؟ في اختلاف من مكان لمكان ده اللي صفص وده اللي صفص خلاص شايفين محاضرة بعدينا لو تحبوا تاخدوا الناس أو الناس اللي بتفتح النوز وتقولي بعدين